أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. متطلبات المواطن اليومية لم يستطع توفيرها، بل وأصبح يفكر في وجبته القادمة كيف سيوفرها، إضافة إلى تقارير منظمات معنية تتحدث عن مجاعات وسوء تغذية ومآس طبية وتراجع في كل ما يلبي احتياجات المواطنين في كل المجالات. وأصبح المواطن البسيط يتساءل، أين وعود فبراير؟ وأين من وعدوا؟ ولماذا يحتفل من تبقى منهم بعد أن نبذهم الشعب ونبذ أكاذيبهم؟ لماذا يحتفلون على كل هذه الآلام والجراح؟ وما هي ردة فعل المواطنين لمن تسبب في تدهور واقعهم وأوصل الأسى لكل منزل؟ هذا ما سنناقشه في محورنا الأول. وفي محورنا الثاني من هذه الحلقة سنتحدث عن التحذيرات الأممية من سوء التغذية التي سيعانيها الأطفال في اليمن العام الحالي، وهي ليست الأولى بل سبقتها عدة تحذيرات. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع اليوم العالمي للمجندين من الأطفال في الحروب. لم تأتي ما سميت حينها بثورة الشباب في 11 من فبراير 2011، أو ما أطلق عليه الربيع العربي، بخير لليمنيين بمزاعم إسقاط النظام وبناء الدولة واليمن الجديد، بل على العكس كانت بداية سقوط الدولة. ففي الجانب الاقتصادي المرتبط بحياة الناس، ارتفعت نسبة أسعار المواد الغذائية الأساسية والتموينية منذ يناير 2011 إلى أرقام فلكية مهولة. فهنا تبددت أحلام أولئك الذين طالبوا بالتغيير والقضاء على ما سموه بالفساد، لتدخل البلاد في أتون الفساد المستشري من أوسع أبوابه على أيدي من ركبوا تلك الموجة من شركاء الساحات المتمثلين بالإخوان المسلمين وجماعة الحوثية. هنا نستعرض أسعار بعض السلع الأساسية بينما كانت عليه في يناير 2011 وما هي عليه الآن. الدب البترول 20 لترا ب 1500 ريال، ليصل سعرها اليوم ب 5900 ريال. الدبة الديزل 20 لترا من 1000 ريال، ليصل سعرها اليوم إلى 6900 ريال بالأسعار الرسمية. أسطوانة الغاز المنزلي كان سعرها ب 1200 ريال، ليرتفع سعرها إلى أكثر من 4000 ريال في السوق الرسمية، بخلاف أسعار الغاز والمشتقات النفطية في السوق السوداء التي تباع بأرقام خيالية. كيس القمح ارتفع من 3500 ريال في يناير 2011، ليتجاوز سعره اليوم فوق سقف 13000 ريال. كيس الدقيق السنابل من 5200 ريال في يناير 2011، ليصبح سعره اليوم ب 14000 ريال. كيس السكر من 9700 ريال في يناير 2011، ليصبح سعره اليوم ب 15500 ريال. كيس الأرز 50 كيلو جراما من 5500 ريال في يناير 2011 إلى 18500 ريال. جالون الزيت شيف من 600 ريال في يناير، ليرتفع اليوم إلى 1600 ريال. كيس الصابون من 1280 ريال، ليصبح سعره اليوم ب 4800 ريال. الزبادي الصغير من 30 ريالا في يناير، ليرتفع اليوم إلى 200 ريال. طبق البيض من 600 ريال في يناير، ليرتفع إلى 2200 ريال اليوم. التنك سمن البنت من 2500 ريال في يناير 2011 إلى 5500 ريال اليوم. التنك الجبن من 10200 ريال في يناير، ليرتفع اليوم إلى 22000. أما أسعار اللحوم فقد بلغت كيلو اللحم البقري من 900 ريال في يناير، ليصبح السعر اليوم ما بين 3500 ريال و 5000 ريال. كيلو اللحم العجل من 2000 ريال في يناير 2011 إلى ما بين 5000 و 6000 ريال. كيلو اللحم الغنمي من 2000 ريال في يناير 2011 إلى 6000 ريال بسعر اليوم. الدجاج متوسطة الحجم من 500 ريال في يناير 2011 إلى 2500 ريال بسعر اليوم. يأتي هذا في وقت كان فيه سعر صرف الدولار مطلع العام 2011 ب 219 ريال، ليزيد من تدهوره إلى فوق حاجز 600 ريال في صنعاء وأكثر من 800 ريال في عدن، بينما تفاوتت أسعار المواد الغذائية نتيجة فوارق الصرف، وكلما ذكر ليس إلا غيظا من فيض مما هو عليه الواقع المؤلم.
الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي دخلت العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر من العام 2014 بهدف إسقاط الجرعة السعرية في المشتقات النفطية لتجرع المواطنين منذ ذلك اليوم المشؤوم 1000 جرعة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وإدخال الوطن في أتون حرب عبثية أتت على كل شيء وتضرر منها الأغلبية من المواطنين، وارتفع معها نسب الفقر والمجاعة والبطالة في أوساطهم. وبحسب اقتصادنا فإنه على الرغم من فوارق السنوات وارتفاع الأسعار عالميا إلا أن شركاء الساحات يتحملون المسؤولية التاريخية فيما آلت إليه الأوضاع اليوم من غلاء فاحش في المواد الغذائية والتموينية والخدمات فاقت كل التوقعات في كل ما يتصل بمعيشة المواطنين الذين يقفون عاجزين عن الشراء، خصوصا مع انعدام مصادر الدخل وانقطاع مرتبات الموظفين منذ أكثر من 4 سنوات والمتاجرة بأقوات المواطنين في أسواق السياسة. أهلا بكم وأرحب بضيفي عبر الهاتف، الأستاذ أنور العامري مدير عام شركة النفط فرع الحديدة، والأستاذ محمد الشجاع الصحفي. مرحبا بكم أستاذ أنور، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. نعم، لما للمشتقات النفطية من أهمية ويعني تأثير أيضا على الأسعار، يعني نقل المواد الغذائية، قطع الطرقات وتأثر المواد الغذائية التي تنقل لهذه الأسباب. أستاذ أنور، يعني لو تحدثنا أكثر عن حال المشتقات النفطية قبل 2011 واليوم. طبعا المشتقات النفطية يا العزيز كانت قبل 2011 معمولة من قبل الحكومة، ذلك كانت أسعارها لا تتفاوت، يعني لا تتجاوز سعر 500 ريال على مرحب، يعني عندما وصلت في أعلى حالاتها إلى 2500 ريال لم تتجاوز هذا الحد. كانت المشتقات النفطية أو كانت الحكومة تقوم بدعم كبير جدا لهذه المشتقات النفطية. للأسف حتى وصل الحال في عام 2011 بعد ما قام به الأزمة التي قام بها الشباب للأسف التي حدثت وانتطاها حزب الأخوان، هذه تأثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد الليبي بشكل كامل. تم إيقاف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بعدم توقف بسبب توقف او دخ عدم وجود ايرادات متكافئه يعني يتم ادخالها الى الوطن. بدات الازمات تتوالى، بدات اسعار النفط ترتفع، بدات الحكومه تبحث عن حل عن برفع الدعم عن المشتقات النفطيه، ولذلك حصلت الجرعات اخرها التي كانت الجرعه التي حدثت بال 500 ريال التي دخل الحوثيين من الشكل الحوثيين من اجل ان يقوموا بحجه لانهم سيقوموا باسقاط هذه الجرعه. هل اسقطوا الجرعه؟ ام جرعوا المواطن؟ اسقطوا الوطن. نعم. اما الجرعه فهي باقيه ولم تسمى المواطن تجرع سلسله متواصله متواليه من الجرعات التي أنهكت المواطن بشكل كبير جدا حتى أدخلته إلى توقف تام، حاليا إلى توقف تام من حتى الشطاقة النفطية الرسمية التي تدخل عبر شركة النفط، وأصبحت كلها الشقة التي تدار سوق سوداء كما ندر جدا 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 بالداخل من فترة إلى أخرى، يتم بيع مقابل طوابير بالأيام للمواطنين في هذه المحطات. نعم، يبقى معي أستاذ أنور إذا سمحت. أستاذ محمد مرحبا بك. 5600 كيلو لحم. أستاذ محمد. ألو أستاذ، هل تسمعني؟ تداخل كان بالصوت بالتقرير ولا معك؟ نعم أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا. تابعت معي الأرقام التي ذكرها التقرير ومقارنة بين ما كانت عليه أسعار المشتقات النفطية، أسعار المواد الغذائية قبل 2011 واليوم، وما وصل إليه حال المواطن اليوم، وهنالك تقارير عدة ترفع بين الفينة والأخرى عن سوء تغذية، عن ارتفاع للأسعار مهول، عن كل المآسي التي يتعرض لها الشعب اليمني اليوم.
وهنالك البعض ممن يحتفل على يعني آلام وجراح الناس. هل يرى البعض من هؤلاء هذه الأرقام ونتائج هذه الأرقام المأساوية؟ أهلا وسهلا. والله أخي الكريم، بالنسبة للاحتفال يعني أنا أعتقد الموضوع في تناقض، في تناقض من حتى من 2011 حتى اللحظة يعني لدى هؤلاء. الذي فقدناه يا أستاذ بندر، الذي فقدناه كثير وغير محدود ولا يمكن أن نرممه في سنة أو سنتين، يعني الذي فقدناه كثير بسبب هذه الأوضاع، يجب يعني كان يفترض أن نتوقف، يعني نتوقف كثيرا أمام كل هذه الأرقام، كل هذه التفاصيل. يعني هناك تراجع في الناتج المحلي تقريبا بنهاية 2015 كان 40%، اليوم ربما وصل 80% أو 90%. الدولار ارتفع من 214 إلى 1000 وإلى 800 أيضا. يعني كل هذه المآسي والتفاصيل الدقيقة التي ذكرها التقرير بالنسبة لأسعار اللحوم وأسعار القمح وأسعار الزيوت، كل هذه التفاصيل أعتقد واضحة أمام الناس، يعني واضحة للعيان. يفترض كنا نتوقف أمام هذه الأشياء، نراجع أنفسنا قليلا، ربما نصل إلى حل، ربما نصل إلى جوهر المشكلة. لكن للأسف الشديد هناك خطابات متناقضة في كثير من القنوات التي تدعي أنها تحمي الثورة أو أنها أقامت الثورة. للأسف الشديد هناك 4 مليون نازح تقريبا. يعني إذا تحدثنا بلغة الأرقام الدقيقة، لغة التقارير، فهناك أشياء مخيفة. وإذا تحدثنا بلغة التفاصيل التي تحدث بها التقرير أيضا، تقريركم، يعني أيضا الأمر مخيف جدا. يعني اليوم المواطن يخرج معه 10,000 ريال، يرجع لا يدري ماذا اشترى بها وماذا وأين وضعها. يعني هذه الكارثة، يعني أعتقد المأساة واضحة للعيان. هناك مكابرة من قبل أطراف كثيرة للأسف الشديد في هذا الجانب. يعني اليوم كل شيء، اليوم الفساد زاد عن حده، اليوم الرشوة زادت أيضا. يعني العبث موجود في كل مناحي الحياة، في الدوائر الحكومية، في النقاط التي توزع على طول الطرق. كل هذه الأشياء والتفاصيل يعني كانت نتائج سيئة بمدخلات سيئة. أيضا كان يفترض أن نتوقف وألا نكابر على أنفسنا ونظل نحتفل بأشياء يعني وهمية. نعم أستاذ أنور، يعني كل هذه التفاصيل كما أشار ضيفي واضحة للناس، وهنالك من يكابر. يعني هذه المكابرة ما هي نتائجها، وإلى أين يريدون إيصال البلد، وما الذي يتضح للناس عندما يرى من يحتفل اليوم وهو بعيد جدا عن الواقع؟ في الأسف الأنزاع من القيادات التي قامت بهذه الأزمة المفتعلة في 2011 وإدخال البلد في هذه الأزمة. طبعا هم يعلمون جيدا أن كل ما ألت الأمور إليه الوطن حاليا هو نتاج قيامهم بهذه الأزمة التي ما لا أستطيع أن أسميها ثورة أبدا، ولكني أسميها أزمة 11 فبراير أو صريف 11 فبراير، نظرا لتساقط الأوراق، تساقط الأوراق الأرواح فيها كما تتساقط أوراق الخريف. تساقطت أرواح الشباب ظلما وعدوانا دون أي مقابل لا شيء، ومن ثم تساقطت أرواح الشعب بالكامل في مزاعة كبرى الآن، ولا زال هذا الخريف يحسب أرواح المواطن اليمني حتى الآن. الأزمة التي حدثت في 2011 الآن لا يريدون من قاموا بها أو من كانوا في قيادتها تحمل هذا الأثر بالكامل أمام الناس، وتحمل مسؤوليتهم عن هذا الذي الأثر الذي تم، ويحاولون بقدر الإمكان إيهام الناس بأنها لا زالت ثورة وبأنهم مستمرون فيها ويحاولون الاحتفال فيها. لا أعرف ما هو التغيير الذي قاموا به، سوى أنهم تغيرت حياتهم فقط ليصبحوا لاجئين في دول الخارج، في تركيا أو في قطر، ويحملوا الجوازات خارجية فقط. هذه الذي تغير هو بالنسبة لهم. أما الوطن والشعب الذي يطالبون بأن يحتفل، ما الذي تغير فيه لكي إذا يحتفل؟ نعم أستاذ محمد، يعني هنالك عدة وعود وهنالك عدة شائعات وهنالك عدة أكاذيب أطلقت، هل نفذ شيء منها؟ السؤال تقطع الله يحفظك. نعم هنالك عدة وعود وأكاذيب وشائعات أطلقت منذ العام 2011 وحتى اليوم، يعني هنالك لا زالت بعض الأكاذيب تردد. يعني هل نفذت الوعود؟ يعني وعدوا مثلا في جانب المشتقات النفطية إيصال الغاز لكل منزل، وأيضا يعني بإسقاط الجرعة. اليوم ما الذي يتجرعه المواطن؟
يا أخي الكريم، عندما نتوقف نحن عند ثورة 2011، البعض يقول لك إحنا نيتنا كانت كويسة. يا أخي المسألة مش بالنوايا، المسألة بالنتائج. هذه هذا جانب. الجانب الثاني يا أخي الكريم، هناك فيديوهات مسجلة، هناك تصريحات، هناك شعارات، هناك آلاف الشعارات التي كل يوم يتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، والناس يعني أحيانا تشعر بالخجل عندما تسمع هذه التناقضات. تصور إنه عبد المجيد الزنداني يا أخي الكريم يدعي الدولة مدنية، عبد الله ساعتر يدعي دولة مدنية، يعني غيره يدعي لي أنه سيكون الراتب 200,000 بالدولار. كل هذه التفاهات، التناقضات التي يعني تثير العقل، تثير تساؤلات، يعني كل هذه الأشياء واضحة العيان، كل يوم الناس يرددوها ويشوفها في التواصل الاجتماعي. لم ينفذ وعد واحد. المشكلة يا أخي الكريم أنها 10 سنوات انهارت الدولة، انهارت منظومة، فقدنا يا أخي الكريم، فقدنا الكرامة، فقد أخلاق فقدت، يعني دولة فقدت بحالها. اليوم عبد الملك الحوثي يقود البادية الهاوية باسم الثورة، أيضا باسم 2011 للأسف الشديد، يقدم أبناء القبائل وأبناء الناس الكفاهات في هذه المهزلة. 30,000 طفل حتى اللحظة، يعني كل هذه الأشياء يعني لا نعتقد أن يعني أن نتوقف عندها كثيرا. الموضوع يعني موضوع مأساوي الحقيقة، يعني الموضوع يعني عند الناس. أنت لو تلاحظ هؤلاء المغردين كبار توكل كرمان وشلتها، عندما تدخل صفحاتهم يعني تلاحظ الناس كيف يعلقوا بالطريقة، ليس الناس التابعين المؤتمر الشعبي العام أو الرافضين للثورة، أصحاب 11 فبراير أنفسهم تبكي تحزن. يعني هذه مأساة الحقيقة. يعني اليوم بأي شخص تحتفل، على أي أساس تحتفل؟ كل هذه أعتقد الصور مؤلمة جدا عندما نكرر هذه المواضيع، وهذه أعتقد أنا حاجات أشياء مخجلة جدا للأسف الشديد. اليوم يعني طلاب، يعني 4 مليون طالب أو طفل يعني خارج إطار التعليم، مدارس خارج إطار التعليم، الجامعة تدمر كل يوم. يعني أعتقد كم سنكرر هذه المواضيع؟ هذه مواضيع يعني واضحة للعيان للأسف الشديد. يعني أعتقد يعني عدة جزئيات أستاذ محمد، عدة جزئيات وتفاصيل مؤلمة في جانب التعليم، هنالك أيضا يعني المبتعثين، هنالك يعني المشاكل التعليمية التي تحصل، أيضا تغيير المناهج، كل ما يعني هنالك في التعليم، في الصحة، في المشتقات النفطية، في الاقتصاد، في يعني مآسي وعدة تفاصيل كارثية. وكم نحتاج من الوقت لترميم ذلك كما ذكرت أنت؟ هناك نقطة مهمة أخي الكريم، يعني حتى الدعوات والوعود التي كانوا يقولون عنها للأسف الشديد من أول يوم مسكوا السلطة، يعني وظفوا أقرب الناس، أقصوا جميع الناس، يعني سيطروا على الداخلية، سيطروا على الخارجية. من أول لحظة بدأوا الإقصاءات، بدأوا حتى يصادموا علي عبد الله صالح الذي يعني عمل اتفاقيات معاهم من أجل الوطن، من أجل إراقة الدماء، من أجل كل هذه الأشياء بدأوا يصادموا الناس. كل هذه الأشياء اليوم الشرعية 450 مليون دولار يعني فساد، والطلاب في الخارج بحاجة إلى 50 مليون دولار. يعني أنا أعتقد يعني الواحد يفترض أن يخجل عندما يتذكر هذه الأرقام، عندما يتوقف عند 2011 للأسف الشديد. إحنا حاولنا أن نعد الموضوع يعني بشكل أو بآخر، ربما كانت هناك الفكرة كانت يعني فكرة الثورة لا بأس بها، لكن في الحقيقة الجوهر والمضمون كان شيء تدميري. هناك تناقض كبير بين العقل والعقل الآخر، يعني داخل الساحة كانت هناك 1000 عقلية و1000 تفكير. يعني كما قلت لك، يعني فلان يريد دولة مدنية والآخر يريد كل هذه تفاهات. يعني للأسف الشديد قفزوا على الواقع، قفزوا على المجتمع المعقد، قفزوا على القبيلة، قفزوا على كل شيء، حتى الذين كانوا في داخل السلطة للأسف الشديد. طيب ابقى معي أستاذ محمد. أستاذ أنور، هذا القفز على الواقع كيف أثر على الواقع اليوم وبعد 10 سنوات من انهيار الدولة كما ذكر الضيفي؟ هل يدرك هؤلاء يعني ما نتائج 10 سنوات؟ للأسف أخي العزيز هم لا يدركون، لأنه يعني واضح جدا أن قدرة الأسرة اليمنية المتوسطة حتى الوصول إلى السلع الأساسية أصبحت شحيحة جدا، أيضا دفع ثمنها هذه المتوسطة، الأسرة اليمنية المتوسطة أيضا التي تحت المتوسطة، التي تحت المتوسطة نستطيع أن نقول بدأ أن تسحق. ربما هناك أكثر من 10 مليون يمني الذين تأثروا بهذه الأزمة بالكامل حتى الآن، ولا زال أيضا التأثير كامل. هذه الأزمة أخي العزيز للأسف يعني تعتمد كانت الدولة في السابق على إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل أيضا، والغاز وتوليد الإيرادات أيضا على وبناء الاحتياطي.
الأزمة التي حدثت في 2011، الأزمة هذه السياسية التي حدثت يعني أظهرت ضعف هذه القيادات التي تعيننا فيها. كانت الدولة تقوم بدعم كبير جدا وتحملت أعباء كبيرة جدا من أجل البقاء والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن. الأزمة هذه عندما بدأت أظهرت نقاط الضعف البنيوية وطويلة الأمد في إدارة الاقتصاد التي كانوا يتوعدون بها للناس بأنهم سيقومون عليها، ولكن للأسف لم يستطيعوا أن يقوموا بأي شيء. هذه حتى أنتجت بدأت يعني أنتجت من خلال هذه الأزمة دورة كبيرة من التضخم المفرط، دورة أيضا كبيرة من هبوط العملة وإخلال في توريد السلع الأساسية. احتمال هناك أيضا وصول اليمن أيضا لظروف أسوأ من كذا، وصول الأسرة اليمنية الاقتصادية أكثر من ذلك بسبب وقوعها أو وقوع الاقتصاد اليمني في قبضة حاليا ضمن قبضة تجار وجماعات للأسف ونخب سياسية تسيطر على القطاع النفطي، والذي يعتبر أيضا هذا القطاع يعني يعتبر واردات القطاع النفطي بالإضافة إلى تجهيز وتعبئة وتوريد البضائع هذه. العديد من هذه الجماعات ومن هذه من التجار والنخب السياسية التي تسيطر على هذا أصبحت تشكل عبء كبير جدا وقلق للأسرة اليمنية الاقتصادية، نعم، حيث هي من التي تسبق السيطرة على نعم. الأستاذ أنور العامري مدير عام شركة النفط فرع الحديدة، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، وهو سؤالي الأخير لك، يعني طيب من يحتفل وهو خارج الوطن ويبدو أنه لا يدرك ما معنى المعاناة التي يمر بها المواطن داخل الوطن، ولا يدرك ما معنى أن يصل البعض من المواطنين يعني يقتات على أوراق الأشجار، يعني ألا يطلعوا على التقارير مثلا منظمة الغذاء العالمية أو المنظمات المعنية بهذا الشأن والتي ترفع بين الحين والآخر وتتحدث عن هل تسمعني أستاذ محمد؟ الصوت قطع بس الفكرة وصلت. أخي الكريم، هم يقرؤون وهم يتابعون كل يوم، مقسم بالله أنهم يتابعون كل شيء، لكن لا نريد أن نتلفظ بألفاظ ليست يعني أو نسميهم أسماء مش كويسة، لكن للأسف الشديد هم يدركون كل هذه الحقائق. للأسف الشديد هم يعيشون في رغد، حتى الذين في الداخل من أكاديميين ونشطاء أيضا يستغفرون الناس. يعني بالأخير كان هدفهم إسقاط علي عبد الله صالح، لكنهم أسقطوا بلد. كانوا يريدون أن يصدروا رسالة أن علي عبد الله صالح هذا دكتاتور وأنه ظالم وأنه مدريش. يعني 10 سنوات من المهزلة كان يمكن أن نقطع شوطا كبيرا ونبني عشرات الآلاف من المشاريع. للأسف الشديد هم يدركون كل شيء. هناك أرقام للجوعة، أرقام للمشردين، للنازحين، للقتلى، للضحايا، لكن للأسف الشديد هي مكابرة. لا يريدون أن يتوقفوا لحظة واحدة ويقولوا أخطأنا هنا وأصبنا هناك، نعم، كان يفترض أن نعمل كذا وكذا. لكن هذه مأساتنا للأسف الشديد، نحن نفس الدائرة منذ 2011. نعم، أستاذ محمد الشجاع الصحفي، شكرا جزيلا لك. وفي محورنا الثاني، يعني آخر تحذير إضافة إلى كل التقارير السابقة والتي أشرنا إليها قبل قليل، هنالك تحذير أممي من سوء تغذية سيعانيه أطفال اليمن العام الحالي، وكما أشرنا سابقة ذلك عدة تحذيرات. سنناقش هذا المحور بعد هذا الفاصل. نعم، أرحب بضيفي في هذا المحور، الأستاذ تيسير السامعي نائب مدير التثقيف والإعلام الصحي محافظة تعز، والأستاذ عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. أستاذ تيسير، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. نعم، إذن نحن أمام تحذير أممي جديد لسوء تغذية سيعانيه أطفال اليمن العام الحالي، كيف سيؤثر ذلك على الجانب الصحي للأطفال؟ طبعا هو الوضع سوء التغذيه والوضع الصحي هو ناتج عن التردي في تقديم الخدمات الطبيه والصحيه للمواطن بسبب الحرب المفروضه على الشعب اليمني منذ اكثر من 6 سنوات.
طبعا هنا عندما الأمم المتحدة تحذر يعني اليوم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا ستقدم هذه المنظمات، يعني اليوم المنظمات التي اليوم تحذر من هذه الكوارث، لكنها للأسف الشديد يعني كله هو ليس التحذير الأول يعني هو ليس التحذير نعم. الأول، ما الذي قدمته بعد التحذيرات السابقة؟ يعني هل قدمت شيء؟ نعم، وهنا السؤال يطرح نفسه، هذه المنظمات اليوم الذي تطرح الذي يعني تنشر هذه التحذيرات ماذا قدمت لليمن؟ يعني هم يعني تقاريرهم، التقارير التي تصدر عنهم هي تقارير سيئة للغاية، لكنها تظل كلها مجرد كلام. للأسف الشديد هم يستغلوا هذه التقارير بالترويج للعالم من أجل أن يحصلوا على أموال وهبات باسم الشعب اليمني، وفي الأخير لا يحصل الشعب اليمني إلا على الفتات. والأسف الشديد اليوم هناك يعني شركات عالمية وأيضا دول يعني تعطي يعني عندما تقرأ هذه التقارير تقوم بإعطاء أموال طائلة لهذه المنظمات باسم الشعب اليمني كدعم للشعب اليمني، لكن للأسف الشديد هذه المنظمات الشعب اليمني لا يحصل إلا على الفتات من هذه المنظمات. في هذه الجزئية أبقى معي أستاذ، سأنقل هذه الجزئية لضيفي الأستاذ عرفات. أستاذ عرفات مرحبا بك. أهلا بك وبالإخوة المشاهدين. يعني تقارير يعني تلو الأخرى ترفع بين الحين والآخر، ويعني يرى ضيفي الأستاذ تيسير أنها لا ترفع إلا للحصول على الهبات ولا يصل الشعب غير الفتات. يعني ما دور المنظمات وهل يتم رصد ذلك؟ طبعا اليمن تعاني من أزمة حقيقية إنسانية وبالذات في مجال الأمن الغذائي. المنظمات الأممية، أربع منظمات أممية أصدرت بيان موحد تقول فيه أن هناك ما يقارب من 400,000 طفل، هؤلاء بحاجة إلى غذاء عاجل، وأيضا أن هناك 1,200,000 أم حامل بحاجة إلى أيضا غذاء عاجل من أجل أيضا غذاء أطفالها. وبالأخير في آخر البيان تقول هذه المنظمات أن هناك 1.9 مليار يعني الموجودة، وهم يريدون 3.6 مليار، بمعنى أنه بالأخير يريدون أموال لهذه المنظمات من أجل أيضا الغذاء لهؤلاء الأطفال. وحقيقة إذا كانوا أطلقوا هذا النداء ونحن نطلق أيضا نداء آخر نقول لهم أن هناك 30 مليار دولار استلمتها الأمم المتحدة من أجل الغذاء والدواء في اليمن، ماذا عملت بهذه الأموال؟ هناك أموال رصدت وهناك أموال استلمت وهناك وضع سيء ويزداد سوءا. أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ولماذا لم يتحسن الوضع الغذائي والوضع الإنساني في اليمن طالما هذه المبالغ كانت تكفي من أجل إنقاذ أطفال اليمن بل وأطفال المنطقة بشكل عام، إذا فرضنا جدلا أنهم يعانون من سوء التغذية؟ لكن للأسف الشديد نحن وقعنا بين كماشة الحوثي وفساد المنظمات الأممية، والضحية هي والنتيجة هي نحن وصلنا إلى مرحلة من مراحل فقد الأمن الغذائي، ويتضرر أطفال اليمن الذين يشكلون 56% من عدد السكان تحت سن 18 سنة. نعم، ابقى معي أستاذ عرفات إذا سمحت. يعني مبلغ كبير ذكره الأستاذ عرفات أستاذ تيسير للغذاء والدواء، هل تحسن شيء في جانب الدواء لديكم مثلا؟ أنا طبعا أشهد وأيد ما ذكره الأستاذ عرفات، وأقول أنه فعلا يعني في خلال السنوات السابقة الست السابقة من الحرب دفعت أموال طائلة يعني، وهذه الأموال كانت كفيلة بأنها تحل الأزمة يعني، حتى وأن تحقق يعني تحقق شيء يعني. من المعيب على هذه المنظمات بعد ست سنوات تأتي لتقول أن اليمن يعني يعاني من سوء يعني يعاني من كارثة يعني. طيب ماذا كانت تصنع هذه المنظمات خلال ست سنوات؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ يعني أموال طائلة يعني تم صرفها من قبل مانحين ودول ومنظمات وشركات عالمية
كدعم للشعب اليمني. لكن للأسف الشديد هذه المنظمات للأسف الشديد اليوم يعني كل ما تعمله كان يعني ربما يعني أكثر نعم. يعني صرفيات لصرفيات نعم. لا تمس بالشعب اليمني بشيء. نعم. أنا هنا بصراحة تفضل. أنا هنا يعني أتمنى من الحكومة الشرعية ويعني من أيضا من الشعب اليمني بشكل عام أنه يقف وقفة جادة مع هذه المنظمات. يعني يجب أننا اليوم نرفع أصواتنا على هذه المنظمات ونقول لها أنتم لا تعطونا هبة منكم، أنتم لا تعطونا هبة منكم، هذه أموال تعطى للشعب اليمني، أنتم تأخذوها باسم الشعب اليمني، أنتم تذهبون للعالم تخاطبون العالم بأنكم ستدفعون هذه الأموال للشعب اليمني. فأين فلماذا لا تصل للشعب اليمني؟ وقفة جادة يعني نعم أصواتنا. وصلت الفكرة. وقفة جادة من وقفة جادة من الحكومة الشرعية أمام هذه المنظمات. الأستاذ تيسير السامعين نائب مدير التثقيف والإعلام الصحي، شكرا جزيلا لك، أدركنا الوقت. الأستاذ عرفات، كنت أشرت يعني أيضا أنا إلى اليوم العالمي للأطفال المجندين وهو موضوع مهم، ولكن سؤالي الوحيد في هذه الجزئية لك أستاذ، يعني كيف يمكن إعادة تأهيل الأطفال الذين تتخذهم الميليشيات وقودا للحرب بحيث يعني نضمن يعني استقرار هؤلاء الأطفال وأيضا عدم عودتهم مجددا إلى جبهات القتال؟ أول خطوة من هذه الخطوات أن تقف الميليشيا الحوثية من تجنيد الأطفال وأن تسرح من لديها من أطفال حسب اتفاقات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة وحسب أيضا اتفاقية السلم والشراكة التي وقعتها الميليشيا الحوثية أي في سبتمبر 2014 بوجود المبعوث الأممي جمال بن عمر. وهذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن هؤلاء الأطفال يعانون من صدمات نفسية وصدمات أيضا يعني سلوكية، وهناك مراكز لتأهيل الأطفال قد عملتها الشرعية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان موجودة في مارب وفي تعز وفي عدن، ويقومون بتأهيل 2000 طفل من هؤلاء الأطفال التي تم أسرهم في المعارك ولا يتجاوز أعمارهم 14 يعني سنة. وأيضا لابد من المجتمع الدولي الضغط على هذه الميليشيات بعدم تجنيد الأطفال وأيضا إيقاف تسريح من جندتهم هذه الميليشيات. ولا يوجد يعني حقيقة دور يعني مسؤول وضمير إنساني باستثناء بيان أصدرته الخارجية الفرنسية دعت فيه الحوثيين إلى توقيف تجنيد الأطفال وتسريح ما لديها من أطفال. أما بقية الدول فهي فموقفها متفرج، بل أيضا أنها تتعامل مع هذه الميليشيات تعامل بعيد عن الإنسانية ولا 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 أيضا تكون صريحة مع هذه الميليشيات. هذه الميليشيات يجب اليوم أن توقف كل الانتهاكات والجرائم التي تتبعها. هذه جرائم حرب. كل من دعا إلى تجنيد الأطفال، كل من درب الأطفال، كل من سلح الأطفال، كل من سجل هؤلاء الأطفال إلى المعارك، هؤلاء مجرمين حرب، يجب أن يحاكموا بهذه الإجرام. ويجب أيضا أن يكون العالم والضمير الإنساني واضح في تصنيفهم كجماعة إرهابية. أما رفع هذه الصفة من قبل الأمم المتحدة للدول التي تصنفها فهذا أيضا ضوء أخضر بارتكاب مزيد من هذه الانتهاكات وانفصام في قضية الإنسانية وقضية الجرائم التي ترتكبها وقضية الإنسانية التي يدعو إليها الغرب. وفي اليمن يعني لا ينظرون بعين ثانية، عين عوراء على الانتهاكات، ولا يسمعون إلا من أذن واحدة هي أذن الحوثيين، ويعنون بتناغم مع هذه الميليشيات الإرهابية، وهم يدعون بالجانب الآخر إلى العدالة والمساواة وإلى أيضا الإنسانية وإلى الضمير العالمي الذي غير موجود في اليمن. ولا يمكن أن تبرز الإنسانية، ولا يمكن أن يكون هناك يعني جريمة في أوروبا وفي اليمن لا تحصل جريمة. هل الأطفال هم الأطفال في اليمن، في أوروبا، في أمريكا؟ يجب أن يعاملوا معاملة سواء، وأن نترك هذه النظرة العنصرية التي لا تمت إلى الإنسانية بصفة. واليوم يعني
يجب أن نقول هكذا للعالم من هم أولئك الذين جندوا 33 ألف طفل مقابل يعني الشرعية والتحالف الذي يقومون بدعم مراكز تأهيل هؤلاء الأطفال، يعني يد تجند ويد أيضا توحي الأطفال، وهم سواء في تقارير الأمم المتحدة وفي أمام الضمير العالمي وأمام الإنسانية العالمية أن هؤلاء الطرفين يرتكبون انتهاكات في قضية الأطفال ويساوون بين القضية بين يعني الضحية والجلاد، وهذا لا يمكن أن يرضى أو يتقي للإنسانية التي يدعون إليها. حان الوقت اليوم وفي هذا اليوم إلى أن يرفع هؤلاء الغطاء عنهم وأن يجرموا تجريم كامل حسب الاتفاقات الإنسانية الدولية وحسب أيضا العدالة التي يدعون إليها. نعم، الأستاذ عرفات حبران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء في أمام الله.